عليه كل يوم ان هو مش عارف ايه بينك وبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم الاستاذ الدكتور سعيد محمد الليسي، استاذ ورئيس قسم الصحه والرعايه البيطريه ومدير المزرعه التعليميه بكليه الطب البيطري جامعه بنها. النهارده حضراتكم بتشوفوا معانا الاضاحي اللي موجوده في كليه الطب البيطري او في المزرعه التعليميه بتاعتنا. في بعض العجول الذكور، في بعض الاغنام الذكور اللي هي تخرج ان شاء الله، وفي منها محجوز وفي منها لسه الحجز شغال يعني ومتاح لاي حد. التسعير بتاعنا بيبقى في لجنه بتسعر الحيوانات دي بالكيلو القايم، الابقار الذكور الابقار 180 جنيه للكيلو، والاغنام اللي عندنا ذكور اغنام برقي تبقى اغلى شويه من البلدي متسعره على 230 للكيلو. طبعا الاعلاف زي ما حضرتك شايف كلهم بياكلوا اعلاف من مصنع الاعلاف بتاع القوات المسلحه اللي هو 16% بروتين، والاغنام بتاكل اعلاف وبتاكل دريس، بتاكل في الايام الزرع الاخضر بتاكل برسيم، وحاليا في الصيف بدات الضربه معانا الاكل بالنسبه لهم يعني. فالحمد لله كل الاعلاف عندنا طبيعيه والغذاء بيبقى طبيعي وبيتحلل في معامل الكليه عندنا هنا، زائد ان الاضاحي في ناس بتحب تذبحها في المجازر بره وبيشرف عليها بعض الزملاء هنا في قسم الرقابه الصحيه على اللحوم، وتحت امر اي حد يجي يتفضل يتفرج او يشتري او يحجز هنا تحت امركم يعني. بالنسبه للاضحيه لو هنتكلم على الكبش او ذكر الاغنام بيبقى اللي هو المفروض يبقى فوق 6 شهور، ذكر الماعز او الجدي بيبقى فوق سنه. ان انا لما باجي اختاره بختار الاضحيه بتاعتي الذكر اللي هو ظاهر عليه علامات الصحه، ان الاغشيه المخاطيه بتاعت العينين بتاعت الانف بتاعت الفم تبقى لونها احمر وردي فاتح، ما ابعد عن اللي هي لونها مزرق او فيها افرازات او لونها مصفر، دي بيبقى علامه من علامات الامراض. الغشاء الخارجي للحيوان اللي هو الغطاء بتاعه او الشعر بتاعه او الصوف يجب ان يكون بيلمع وما يكونش فيه اماكن عريانه، دليل على وجود امراض جلديه. الحيوان ما يكونش بيسهل، ما يكونش منتفخ، ما يكونش بياكل من القمامه اللي موجوده في الشوارع زي ما احنا بنشوف الناس اللي بيمشوا بالاغنام وبيلفوا على اقمام الزباله الموجوده، للاسف ظاهره بقت موجوده حوالينا وبنشوفها كلنا. فانا بننصح اللي بيشتري يا ريت يشتري من مصدر موثوق فيه زي الاماكن الحكوميه او منافذ كليه الزراعه او مزرعتنا مثلا كليه الطب البيطري، وبرده جيراننا في كليه الزراعه عندهم مزرعه برده فيها اضاحي. فالمواطن اللي ما يعرفش المعلومات الكافيه عن الحيوانات يرجع للناس المتخصصه ويستفيد من خبرتهم ويستفيد من ازاي يختار الاضحيه بتاعته. واحنا اي حد بيجي بنوري له دي الفرق بين دي وايه، ده ذكر ده فيميل او دي انثى، دي كسرت جوز او كسره جوزين، او عشان بنسنن بالتسنين بالاسنان طبعا. بالنسبه للاغنام لما بيكسر الجوز الوسطاني في السنان بيبقى عنده سنه وثلاث شهور، يبقى كده اقدر اذبحه انه عدى السنه شرعا. الماعز يجب انه يعدي 6 شهور. الابقار اللي حضرتك شايف ذكور الابقار دي المفروض انه يبقى كاسر جوز وده بيكسره عند سنتين، لان شرعا الابقار والجاموس سنتين. الجمال زي ما موجود عندنا انه يبقى كاسر بيبقى عدى 5 سنين. دول اساسا اللي هيطلعوا دي ذكور اللي بقى قرني.